بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله تعويضا على حلقة اللي هي عملت فيها البث المباشر وكان مشكلة في الانترنت، فانا جبت لكم عربية تويوتا موديل 24 زيرو 44 كيلو. هنشوف بقى فيها المكنة، المكونات الاساسية بتاعتها، ومشغل لكم اللايف داتا هنا على الكمبيوتر علشان هنشوف كل حتة. انا اسف، كل حته في المكنه شكلها عامل ازاي على الكمبيوتر. مش هنضيع وقت وندخل على طول على المكنه ونشوف الوضع شكله عامل ازاي والقراءات الصحيحه واللي فيها مشاكل. عندنا فكره المحركات شغاله ازاي، اماكن الاجزاء بتاعتها، السناسر موجوده فين بالظبط. طبعا بتختلف من موديل لموديل، ولكن انا بتكلم. انا اسف تاني، بتختلف من موديل لموديل ولكن في نفس المنطقة هتكون. مش هنضيع وقت وندخل على طول على الفيديو العمل. هنفتح الكابوت نشوف المكنة من جوه او المحرك. طبعا المحرك ده 6 سلندر 4000 سي سي VVTi اللي هو يعني توقيت المتغير لفتح وقفل الصمامات الذكي. هنشرح دلوقتي فين اماكن السناسر. طبعا دي البوابة، بس انا هاخد من الجنب الشمال اللي هو من اول مدخل الهواء. طبعا المربع الكبير ده فلتر الهواء، تمام، راكب عليه حساس الماف او الماس، وظيفته بيحسب لي كميه الهواء اللي داخله بالظبط للمحرك قد ايه ودرجه حراره الهواء ده قد ايه. اغلب السيارات الياباني بتستعمل نوع الحساس ده، بعض السيارات بقى الاوروبيه والسيارات التانية بتستعمل حاجه اسمها ماب، ده بيبقى ثابت على المانيفولد على الثلاجه، ما بيبقاش في المكان ده. ده 5 اسلاك لان قلنا واحد حساس لكميه الهواء ودرجه حراره الهواء. دي البوابه كهرباء مش واصله طبعا بشكل مباشر بالبدال، ده البدال اللي جوه الصالون برده كهرباء. الاشارات دي بتروح للكمبيوتر ومنها للبوابه. 6 سلندر او 8 سلندر ده مقسومين نصين، جنب يمين وجنب شمال. الجنب الشمال بتسمى بنك 1 والجنب اليمين بتسمى بنك 2. وطبعا ده اللي قدامنا ده المانيفول او الثلاجه او الانتيك اللي بياخد الهواء يدخله جوه المكنه. هنبص كده على الجنب الشمال هنلاقي الاسود ده اللي هي المباين او الكويلات او المجاول اللي بتطلع الفولت العالي ال 20000 فولت للبوجيهات او السبارك بلاج او البواجي. البني طبعا دي مواسير الاكزوست العادم. العادم بيطلع بيدخل في الجزء ده اللي دي علبه البيئه. علبه البيئه يا اما فيها حساس واحد او حساسين زي ما هنبقى نشوف في الحلقه الجايه. الاسود ده الموجود عند راس المكنه من فوق حساس عمود الكامه، سنسور كام شيفت. الجنب الثاني او البنك 2 هنلاقي برده نفس الكلام، هنلاقي فيه حساس لعمود الكامه الخاص بالجنب اليمين اهو الاسود اهو. ليه 3 اسلاك، سلك باور، سلك سيجنال اشاره او سلك وسلك جراوند، 3 اسلاك. بعض السيارات القديمه بقى سلكين بس. طبعا الاصفر ده عصايه قياس الزيت، اللي تحتيها دي ترومبه الزيت الخاصه بيه باور الزيت. السياره دي باور زيت، هتلاقي عندك اربه زيت باور اهو هيدروليك. طبعا ده حساس الباور بتاع الترومبه بيتحكم في كميه او ضغط الزيت اللي واصل للدركسيون عشان على حسب سرعه السياره والكلام ده كله. باور الكهرباء ما بقاش فيه كلام ده خالص، موتور كهرباء فقط تحت التابلو. ده فلتر الزيت طبعا مكانه بيختلف من سياره لسياره. الاسود ده علبه بخار البنزين، غالبا بتبقى موجوده عند تانك البنزين ولكن في الشكل ده في المحرك نفسه. الماسوره دي واصله بالتانك بتاخد بخار البنزين الموجود جوه التانك تدخله جوه علبه الفحم بيتخزن. البلف ده بلف البرج، بلف بخار البنزين، بيفتح مع العلبه دي ويداخد البخار يدخله جوه المحرك. اللي بيتحكم في الفتح والقفل الكمبيوتر، زي ما هنشوف بعد كده في الحلقه الجايه القرايات شكلها عامل ازاي، ازاي بيفتح وازاي بيقفل. طبعا دي قلنا الكويلات او المباين اللي هي خاصه بالجنب اليمين للمكنه. ده او دي علبه او قربه سائل الفرامل، طبعا بيبقى مكتوب عليها نوع السائل، يعني هنا كاتب لك دوت 3 او دوت 4. بعض السيارات بتحدد نوع واحد بس، يا دوت 3 يا دوت 4. الغطا لازم طبعا يكون محكم بتاع القربه دي لان السائل ده
بيمتص بخار المية بقوة وبيتلف. دي وحدة الاي بي اس. طبعا زي ما شايفين في خطين دخول زيت وطلع منهم اربع مواسير لكل كفر، كل اطار ليه ماسوره من اللي طالعين دول. دي علبة الفيوزات، في اتنين، واحدة جوه المكنة واحدة في الصالون. المربعات دي اللي هي الريليهات او الكتاوت، طبعا بتحكم دايما في الحاجات الكبيرة، مروحة التبريد، الكمبريسور، الاضاءة، البلاور، الفيوزات. طبعا كل فيوز ما احنا شايفين اول واحد فيه اي بي اس، كل فيوز مكتوب بيتحكم فيه بالظبط. فانت لو عندك حصل مشكلة في وحدة كهرباء اضاءة الصالون مثلا، نبقى نبص كده المكتوب عليها لايت روم او صالون على حسب المكتوب عندك، يبقى الفيوز ده اللي فيه المشكلة تغيره وتصلح العطل. هنا ده فلتر الزيت، ده حساس الفريون موجود على الخط الهاي زي ما احنا شايفين الغطاء مكتوب عليه اتش هاي. ده مهم جدا الحساس ده بتاع الفريون، لو حصل فيه مشكلة او السلك ده اتقطع بالكمبريسور ما بيشتغلش. ده خطين الزيت الداخلين للفلتر وطالع من الفلتر تاني. المروحة دي بتشتغل بالكلاتش مش موتور كهرباء، لما المكنة بتسخن الكلاتش ده بيعشق، المروحة بتشتغل مع ترمبة المية. اربة المية مهم جدا يا جماعة، لازم تبقى في النص، المية في النص، ولا فوق الهاي ولا تحت اللو. اكتر من الهاي المكنة بتسخن. ده الالترنيتور او الدينامو او الجنريتور. ده الترموستات الكوعة او بلف الحرارة في المنطقة دي واضح طبعا، موجود على خط المية الباردة اللي جاية من ريداتير. ادي مكانها هنا. عايز اوريكو السولونويد او البلف اللي بيتحكم في توقيت عمود الكامة. ادي البلف اهو المدور اللي قدامنا، داخله سلكين اهو، ده بيتحكم في عمود الكامة في جنب الانتاج جنب السحب. بعض السحب عليها اتنين، واحد للسحب واحد للعادم. لو زي كده بقى الوضع ده هيبقى عندي اربعة. ده الجنب الشمال اهو برضو بيتحكم في عمود الكامة الخاص بالسحب بالانتاج اهو، داخله سلكين موجب وسالب. لقلنا لو السيارة فيها اتنين يبقى هتلاقي فيها اربعة سولونويد، واحد للسحب والعادم وسحب وعادم. هنا نقطة مهمة، دايما بيبقى في ستيكر على الكبوت بيكتب لك نوع الغاز اللي هو في الحالة ديت اللي هو 134A، وكمية او وزن الغاز 750 جرام، ونوع الزيت. لازم نلتزم بالتعليمات عشان التكييف يكون شغال صح. زي ما شفنا يا جماعة ادي الموضوع كله بسهولة، انتوا فاهمين ازاي؟ انا ما اعرفش الازاز ماله، ولكن اهو بنحاول ايه نظبط الدنيا. المهم ده الموضوع كله، وان شاء الله نبقوا فاهمين اللايف داتا شغاله ازاي والسناسر مكانها فين وايه عملها بالظبط. بس يا جماعه ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.